أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل النشرة. بداية بالشأن الداخلي، حيث التقى سامح شكري وزير الخارجية رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان الخليفة في مستهل زيارته للعاصمة البحرينية المنامة لترأس أعمال الدورة 10 للجنة المصرية البحرينية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين. وأكد الوزير التزام مصر بأمن واستقرار الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع رفض ومواجهة أي تدخلات خارجية. بينما ثمن رئيس الوزراء البحريني قوة ومتانة العلاقات البحرينية المصرية. وللتعليق على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الأستوديو بالكاتبة الصحفية الأستاذة جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك يا أهلا بك. أهلا أستاذة جيلان، يعني سيادة الرئيس في منتدى الشباب أكد على أهمية أمن الخليج بالنسبة لمصر، وفي نفس الوقت تجرى أكبر التدريبات العسكرية العربية المشتركة على أرض مصر. على ضوء ذلك، ما الدور المطلوب من الدول العربية لتوحيد أجندتها ضد مخاطر التدخلات الأجنبية؟ الحقيقة ما قاله الرئيس في المنتدى هو تأكيد، لأنه مش أول مرة كان يقول هذا الكلام، ولكن دائما يقول أنه أمن الخليج هو من أمن مصر وهو من الأمن القومي العربي. مهم جدا أنه الدول العربية تشعر أن أكبر دولة عربية وأكثر دولة تقدم عسكري وخبرة استراتيجية وخبرة عسكرية هي من تؤمن هذه المنطقة. وطبعا أي خطر على الخليج هو خطر على أمن مصر، احنا مش بنعمله مجاملة ولا بسبب مصالح، ولكن هو بسبب مصلحة أمن قومي مصري، لأنه الحدود المصرية تتأثر بالأمن القومي العربي. وبالتالي احنا هنا النهاردة بنأكد على ده، بنأكده بالتدريبات العسكرية، بتبادل المعلومات، بالتعاون الاستراتيجي، بإقامة مشروعات اقتصادية، بتنمية مشتركة بيننا وبين الدول العربية في مشروعات كبيرة بيسموها ميجا بروجكت، مشروعات كبيرة بتتم زي مشروعات مع المملكة العربية السعودية، أو مشروعات بين المملكة العربية السعودية والبحرين، أو التعاون العسكري والإماراتي السعودي. هنا كل ده بيصب في مصلحة الدول الخليج وفي مصلحة مصر. لكي نضمن ذلك يجب أن يكون هناك وحدة في الرؤية، تبقى رؤية مشتركة موحدة. أمن العربي محتاج رؤية ومحتاج خطة واستراتيجية لهذه الدول لتحافظ على حدودها وتحافظ على هويتها. ده مهم جدا، لأنه احنا اللي شايفينه في الدول اللي حوالينا تقسيم هذه الدول، ضياع الهوية، عدم وجود الدولة في داخلها بيضعفوا الدولة. فمهم ان كل دولة تشعر ان هناك استراتيجية مشتركة، هناك هوية عربية يجب الحفاظ عليها، وهناك تنمية اقتصادية لمحاربة هذا الإرهاب وليس فقط عسكرية.